اهلا بيكم. انا دكتور اسامه غطاس، استشاري الذكوره من مصر. انا موجود هنا في روما في ايطاليا مع بروفيسور انتونيني في وركشوب عشان يعني ناخد فكره ازاي هو بيركب الدعامه الهيدروليك الاي ام اس 3 بيسز من خلال الجرح الانفرابيوبيك. احنا في مصر متعودين ان احنا نركب الدعامه عن طريق جرح البيلو سكروتال او المكان الواصل ما بين العضو الذكري والكيس، لكن الحقيقه احنا هنا بنعمل وركشوب او بنتدرب على ازاي ان احنا نقدر نركبها عن طريق الانفرابيوبيك انسيجن او من منطقه العانه. الحقيقه احنا اشتغلنا 5 عمليات هيدروليك في وقت قصير جدا. الحقيقه انا استمتعت جدا من العمليات مع دكتور انتونيني واستفدت جدا. انا بشكره جدا 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 وبشكر شركه بوستون سنتر.